بكم إلى نشرة الأخبار من العراقية الرياضية وتتابعون معنا. الاتحادات الخليجية تمنح العراق رسميا حق استضافة خليجي 25، والكاظمي وصالح يباركان استضافة البطولة. بمشاركة العراق، الاتحاد العربي يجري اليوم قرعة بطولة كأس العرب في قطر. الشرطة يواجه الضحايا القطري اليوم، والقوة الجوية يتلقى خسارة جديدة في دوري أبطال آسيا. وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم على منح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وذلك بعد أن تقدم العراق بملف رسمي لاستضافة الحدث الخليجي. وقال رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان في بيان إنه من دواعي الفخر أن يحتضن العراق بطولة الأشقاء بعد التصويت الرسمي على حق الاستضافة، مهنئا جميع العراقيين بعودة بطولة الخليج إلى العراق وفي البصرة تحديدا بعد غياب طويل. ووجه رئيس الهيئة التطبيعية شكره وتقديره إلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني وجميع الملاكات الحكومية والمؤسسات الرياضية التي سعت وجاهدت لكي تقام البطولة في العراق، مؤكدا أنه ينتظرهم عمل كبير للاستعداد للعرس الخارجي. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن خريجي 25 في البصرة علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء. وقال في تغريدة إن أرض الرافدين تسير بثبات نحو الاستقرار والانفتاح على الجميع، وإن أرض العراق منبع للمحبة والتسامح والترحاب، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل أشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الأخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق. هذا وبارك رئيس الجمهورية برهام صالح باستضافة محافظة البصرة لخريجي 25، وقال صالح في تغريدة إنه من رحم المعاناة يولد الإصرار والتحدي. بالأمس فوجئنا بأبنائنا الشهداء في حادث المستشفى الأليم، وقبلها التضحيات الجسام بوجه العنف والإرهاب والذي يغيظه تعايشنا. واليوم ينال العراقيون استحقاقهم والذي يليق بهم باستضافة البصرة العزيزة لبطولة خليجي 25. بارك وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال للجماهير الرياضية اختيار البصرة رسميا لتنظيم بطولة خليجي 25. وقال في بيان نشره حساب الوزارة الرسمي عبر فيسبوك إنه يثمن الدعم الكبير من الحكومة العراقية على رأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأكد درجال أن الوزارة عملت كفريق واحد مع محافظة البصرة والهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، وأشار إلى أن تلك الجهود تكللت بالنجاح بتناغم ودعم كبيرين جدا من الأشقاء في الخليج. وتابع القول لا يسعه إلا أن يتقدم لهم بأسمى آيات الشكر والامتنان، وأكد للجميع أن العمل الفعلي الكبير بدأ منذ اللحظة الأولى نحو تحضير البصرة على أفضل صورة ممكنة. باركت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ممثلة برئيسها النائب عباس علاوي استضافة العراق لبطولة خليجي 25 في البصرة. وأشادت اللجنة التي واكبت عن كثب التحركات المتعلقة بملف البطولة بالجهود الجبارة التي بذلها عدنان درجال وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له وتواصلهم المستمر مع الجهات المعنية في دول الخليج لغرض ضمان استضافة البطولة في العراق، وأيضا سعيهم الحثيث لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية والتي بانت معالمها واضحة أثناء زيارتهم للدول الشقيقة. وأشارت اللجنة أنها على ثقة تامة أن التعاون المشترك بين الأطراف الحكومية والجهات الساندة سيضع الجميع أمام مسؤولية الاستعداد التام وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لنجاح البطولة والتي سيعد إقامتها حدثا استثنائيا سيسجل في سجل الإنجازات العراقية.
بارك رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم راشد بن حميد النعيمي للعراق نجاحه في الفوز بتنظيم خليجي 25 بالإجماع، مؤكدا ثقته بإقامة بطولة استثنائية. وأشار النعيمي إلى أن الاتحاد الإماراتي يضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة الكرة العراقية، وكذلك دعمه الكبير لرفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية. وأكد النعيمي أنه داعم وبقوة لملف العراق لاستضافة بطولة خارجي 25، وهم سعداء بحصول بلاد الرافدين على حق الاستضافة حيث جاءت الموافقة بالإجماع، ويأمل أن تكون محافظة البصرة جاهزة من جميع النواحي لاستقبال هذا الحدث الرياضي الخليجي وتلبية متطلبات الاستضافة. فجمهور بلاد الرافدين طواق لهذه البطولة الغالية، وهو رياضي بامتياز. قدم رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح التهنئة إلى العراق بعد أن أقر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد يوم أمس، أقر استضافة البصرة لخليجي 25. وقال اليوسف في بيان صدر عن الاتحاد أنه تم في الاجتماع التصويت على منح الكويت حق الاستضافة كبديل للعراق في حال حدوث أي ظرف طارئ. وأعرب اليوسف عن أمنياته في التوفيق للعراق في إخراج البطولة بالشكل المناسب. هذا وبركت شخصيات رياضية وإعلامية باستضافة البصرة لخارجي 25، وجاء ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن العراق يستحق استضافة البطولة والتي طال انتظارها، وأن الجميع متعطش لرؤية البطولة تقام على الأراضي العراقية، متمنين لهم التوفيق والنجاح باستضافة هذا العرس الخارجي. إذن عن خريجي 25 ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي الرياضي علي رياح. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أخت رحيل، حياة الله وكل التوفيق لك ولكل العراقيين بحسم الملف لصالح العراق ولصالح البصرة. لك منا التهنئة ولكل العراقيين. إذن كيف ترى اليوم استعدادات البصرة لاستضافة هذا العرس الخارجي؟ أولا لابد من كلمة شكر وثناء بكل المحبة والتقدير لكل الجهود الرسمية والرياضية الإعلامية والشعبية اللي شكلت زخم عالي باتجاه انصاف العراق وتحديدا مدينة البصرة، البصرة التي لها فضل تاريخي وجغرافي وثقافي على سائر منطقة الخليج عبر التاريخ. نحن الآن في مرحلة التبريك وتبادل التهاني، لكن لا بأس يعني من أن ننتقل إلى ما هو أهم وأجدى وأنفع لندخل في أجواء البطولة فعليا. يعني إجابة على سؤالك، مهمتنا الحقيقية تبدأ مع اللحظة التي حسم فيها الملف لصالح البصرة. الآن يجب أن لا ندخر وسعا في العمل لاستكمال كل المنشآت والمرافق التسهيلات اللوجستية التي وعدت بها لجنة التفتيش الخليجية التي زارت البصرة في الأسبوع الأول من هذا الشهر. التحدي يبدأ الآن، هل نحن مؤهلون تماما وبنسبة 100% لاحتضان خليجي 25 وعلى النحو المشرف والمشرق الذي يؤكد صدق مطالبتنا بإنصافنا كل هذه السنوات التي مرت؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يكون دافع للعمل والدعم والرعاية وكذلك المتابعة من قبل الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة، وأيضا الحكومة المحلية في البصرة، وكل الجهات المساهمة والمساندة التي كان لها دور في بلورة ملف الاستضافة. أنا باعتقادي على يقين أنه لن نكتفي بالمباركة لأنفسنا بأن البطولة ستنظم في البصرة الفيحاء ثغر العراق، إنما علينا أن يعني نعمل، نختزل المراحل، ننجز ما وعدنا به خصوصا فيما يتعلق. نحن قادرون على الإنجاز أستاذ علي؟ نعم، لو تضافرت الجهود نحن قادرون على الإنجاز لكي تصبح البصرة مدينة العرس الرياضي لهذه البطولة وغيرها.
بكل تأكيد إن شاء الله. يعني هي لمسات، هنالك نسب متقدمة جدا. أنا أكثر من زيارة زرت البصرة، شفت كل المرافق بصفة الرياضية، بصفة الإعلامية، بصفة الشخصية. هنالك نسب عالية جدا في كثير من المرافق ويعني تسهيلات الدورة. يعني أريد أشدد على ملعب الميناء الأوروبي الذي يفترض كما أعلم بأنه سيفتتح في شهر تشرين الأول المقبل بإجراء مباراة ودية للإعلان عن اكتماله تماما وبكل المرافق. يعني أتساءل معك، هل المهمة سهلة؟ أبدا. لكن علينا أن لا نتوانى في العمل، علينا أن نكسب التحدي بعد كل سنوات الانتظار. طيب، اليوم الكويت تبارك، الإمارات تبارك، كل الاتحادات الخليجية تشارك العراق بهذه الفرحة، وأنت بالبداية ذكرت جهود الخليج في منح العراق هذه الاستضافة، بالتالي كيف تقيم هذه الجهود؟ طبعا لابد من توجيه الشكر لكل الأشقاء الخليجيين الذين عملوا بشكل يعني عميق وواضح لصالح الملف العراقي. ربما كان هنالك بعض التردد في فترة من الفترات، لكن أعتقد أنه زيارة السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له الأستاذ عياد و سيد محمد فرحان ومحافظ البصرة سيد أسعد العيداني إلى هذه الدول قد بدت كل المخاوف. إن كانت هنالك شائبة أو إشارة تردد حسمت بشكل كامل. فلابد من الشكر لهذا الوفد العراقي الذي جال بعض دول الخليج، وأيضا الشكر لكل المنتخبات الخليجية اللي الاتحادات الخليجية التي يتقدمها الاتحاد الكويتي. لا ننسى أنه المنتخب الكويتي جاء بوفد رفيع المستوى. نعم. بالتوازي وبالتزامن مع زيارة كانت مفترضة في موعد سابق لوفد التفتيش، وكانت الزيارة طيب مع هذه الزيارة المفترضة، مع هذه الزيارة، ما التطمينات التي حصل عليها الوفد الخليجي وبالتالي تمت الموافقة على الاستضافة؟ التطمينات أنه ستستكمل كل النواقص، كل الملاحظات التي أشرت، بعضها يعني يحمل نسبة عالية، بعضها بسيط ويعني يستوجب العمل. انا اعتقد انه تضافر الجهود، الدعم الحكومي المركزي المباشر لمحافظه البصره واهل البصره على هذا الصعيد سيكون هو العامل الحاسم لاستكمال كل المنشات والمرافق، بحيث لا تكون هنالك اي سلمه او ثغره في ملف استضافه البصره. اذا تضافرت الجهود واذا تامن الدعم الحكومي بشكل مباشر دون انقطاع، انا اعتقد انه البصره ستكون يعني حاضنه لدوره الخليج العربي بعد 42 سنة من غياب هذه الدورة. لا ننسى أنه النسخة السابقة في العراق قيمت في بغداد عام 79 وحققت نجاحا كبيرا، نتمنى أن يكون النجاح مضاعفا. إذا من 79 ولـ 2012 ربما فرصة المنتخب العراقي بحصد البطولة غابت منذ فترة بإيجاز، هل ترى أن المنتخب العراقي فرصة في حصد هذه البطولة؟ من السابق لأوان هذا يعني حسم هذا الأمر، لكن لا ننسى أن عامل يعني عامل الأرض سيكون مهم. أيضا هنالك الدافع أنه الفريق العراقي حتى الآن يسير بخطى حديثة وراكدة وراكزة في تصفيات كأس العالم. أيضا الأمر يعتمد على طبيعة المشاركة الخليجية، كيف ستكون مشاركة المنتخبات الخليجية في هذه البطولة. كل هذا سيحدد نصيب المنتخب العراقي، لكن انا اتوقع ان المنتخب العراقي سيكون رقما صعبا ومهما في هذه البطوله. نعم، كما هو معقول ان يصل الى منصه التتويج. الصحفي الرياضي علي رياح، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به وشاركتنا في نشرتنا، شكرا لك. يجري الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم قرعة بطولة كأس العرب بمشاركة العراق، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وتندرج ضمن لوائح فيفا. ستشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا سيتم توزيعهم على 4 مجاميع، يتأهل من كل مجموعة منتخبان إلى الدور ربع النهائي. هذا وسيشارك في القرعة النجم العراقي السابق يونس محمود مع المصري والجمعة والسعودي نواف التميوط والسوداني هيثم مصطفى. يشار إلى أن المنتخب العراقي هو أكثر من توج بهذه البطولة.
يلتقي فريق الشرطة العراقية اليوم بفريق الضحايا القطري في إطار الدور الخامس للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وسيلعب القطار الخضراء مباراة اليوم وهو فاقد للأمل في الصعود إلى الدور المقبل بعد تلقيه 4 هزائم متتالية، حيث يسعى اليوم لتقديم مباراة جيدة وحصد أول 3 نقاط له في البطولة. هذا ويتصدر المجموعة فريق الضحايا القطري ب8 نقاط، فيما يقبع الشرطة في المركز الأخير من دون نقاط. إلى ذلك، أكد مدرب فريق الشرطة ألكسندر ألاتش أنه سيجري بعض التغييرات في تشكيلة الفريق اليوم أمام الضحايا القطري بالجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا. وقال إلياتش في المؤتمر الصحفي أنه سيجري بعض التغييرات لكون الخيارات محدودة جدا، وتابع أنه سيفتقد عددا من اللاعبين المهمين، لكنه مع ذلك يسعى لتغيير الصورة التي ظهر الفريق بها في الجولات الماضية. وبين أن الفريق قدم أداء جيدا في مباراتي الأهلي السعودي، وكان من الممكن الخروج بنتائج أفضل لولا الفرص الضائعة. خسر فريق القوة الجوية في البطولة ذاتها أمام الشارقة الإماراتي ب3 أهداف لهدفين لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا. لنتابع. بعد خسارته أمام نادي الشارقة ب3 أهداف لهدفين، حيث تقدم الجوية بالهدف الأول في المباراة ثم عادل النتيجة بهدفين، إلا أن الأخطاء الطفولية للدفاع الجوي حسب وصف مدرب القوة الجوية حرمته من الفوز أو حتى إمكانية الصعود للدور القادم كأحسن الثواني. كان الفريق في بدايته جيدة، لكن تدري الأخطاء اللي صارت اللي هدت بالمباراة كانت أخطاء يعني نعتبرها نوعا ما يعني طفولية، مو يعني كرة لاعب كرة القدم، هي اللي أدت إلى يعني هدفين كان يجب أن لا تكون بهذه المستوى. الشارقة صعد كأول المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، وبانتظار فرصة فريق تراكتور الإيراني للحاق به من المجموعة، فيما خرج الجوية وبختكور الأزبكي من البطولة. المباراة كانت صعبة، المباراة كان في جهد بدني أيضا جهد ذهني بشكل كبير، فترة قصيرة بين المباريات، أعتقد اليوم كان مؤثر بشكل كبير على اللعيبة. لعبنا مع فريق أيضا فريق قوي منظم، أيضا داخل المباراة هو عنده أريحية، ما عنده أي ضغوطات. في وجهة نظري لو فاز فريق القوة الجوية على الشارقة سيكون الفائدة أكبر لنا، وكنت أفضل تقريبا لو فريق العراقي القوة الجوية العراقي بالتأكيد كان يكون أول المتأهلين مع كامل الاحترام بالطبع لفريق الشارقة. من قاعة مؤتمرات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا باسم الفضلي، العراقية الرياضية، الشارقة. وتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 29 من الدوري الكروي الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريق الكهرباء بالديوانية على ملعب التاجي، فيما يضيف النجف فريق الطلبة على ملعب النجف الأولمبي. وتم تأجيل مباراتي الشرطة مع الكرخ والسما ومع القوة الجوية بسبب الارتباطات الآسيوية، كما وأجلت مباراة نفط ميسان والنفط إلى إشعار آخر لإعلان النادي الحداد على رحيل اللاعب مصطفى سعدون. احتضنت محافظة ضيقار بطولة الشطرنج الخاطف بمشاركة أكثر من 40 لاعب وبمختلف الأعمار، مثلوا 3 محافظات. لنتابع التفاصيل مع أحمد يونس. نظم اتحاد ذيقار الفرعي للشطرنج وبالتعاون مع نادي القيثار التخصصي للعبة بطولة الشطرنج الخاطف بمشاركة أكثر من 40 لاعبا ومن مختلف الأعمار، مثلوا محافظات البصرة، ميسان، المثنى، وذيقار. وقد جرت المنافسات وفق النظام السويسري بواقع 9 جولات. البطولة ضمن نشاطات اتحاد الفرعي في العراق، وهي البطولة الثانية بعد بطولة ذيقار للشطرنج الكلاسيك. البطولة تقام وفق نشاطات اتحاد الشطرنج العراقي، وهذه البطولة طبعا معتمدة في اتحاد دولي. نحن كممثلية اللجنة الأولمبية نقيم هذا العمل ونقيم اتحاد، رغم وجود هذه الجائحة ورغم التخصيصات المالية القليلة، إلا أنه
اتحاد الشطرنج دأب على إقامة كافة البطولات. البطولات بشكل عام والبطولات المحلية بشكل خاصة تساعد على كثيرا في تهيئة قاعدة للعبة، قاعدة شبابية. الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المشتركون أضفت على البطولة روح التنافس والإثارة، كذلك تبادل الخبرات بين حديثي العهد باللعبة وأصحاب التجارب والإنجازات. رمضان كريم عليكم. طبعا خطوة رائعة من اتحاد شطرنج الذقار ونادي قيثارة للشطرنج بإتاحة الفرصة للتجمع الأخوي الطيب للرياضيين الشطرنجيين في هذه البطولة الدولية. شفتها لعبة حلوة، من أبوي علمني عليها، شفتها من يلعب علمني على الحركات، بعدين وداني نادي القيثارة فتعلمت الحركات والاستراتيجيات والافتتاحيات من الشطرنج. البطولة جيدة، ونشكر محافظة ناصية على إقامتها لهذه البطولات اللي تفتقر لها أغلبية المحافظات. وأسفرت النتائج النهائية عن نيل حسين كاظم من السماوة المركز الأول، فيما حصل الذقار على المركزين الثاني والثالث لجبار ناصر وطارق طعمة. يجمع المشاركون على أن هذه البطولات من شأنها تطوير اللعبة، ويطالبون في الوقت ذاته باقي الاتحادات الفرعية في المحافظات أن يحذون حذو اتحاد الذقار الفرعي. من الناصري أحمد يونس، العراقية الرياضية. قررت إدارة نادي النفط حجب الرقم 21 والذي كان يرتديه حارس مرمى الفريق الراحل مصطفى سعدون مع دفع كامل المستحقات المالية لعائلته. وجاء ذلك خلال المجلس التعبيني الذي أقامته إدارة النفط على روح الفقيد. بالنسبة لقرار هيئة إدارية من أول لحظة ومن أول يوم، تعرف نادي النفط دائما سباق، دائما يعني وفي اللاعبين وفي الكادر مالته. احنا لدرس بعد 21 ما حد يلبس مستر سعدون طول حياه نادي النفط، هذا يبقى رقم معلق. بالنسبه لعقد مصطفى سعدون، انا قلتها اكثر من لقاء من اول لحظه، عقد مصطفى ساري يبقى، نعطيه كله. انا ارجع اقول لك اعطيه لامه العزيزه، كل عقده يستلمه، وحتى هو يطلب من العام 50% المتبقي كله حنسلمه لامه، ودائما يبقى ركن من اركان النادي ما ينسي. ولازم احنا كاداره نادي النفط ما ينسي، وحنسوي له راتب شهري يعني لحين يعني نقول مدى الحياه. من الساعات الاولى ويا مصطفى، يعني من اول ما اجى من جاب الكابتن مشتاق للمستشفى، والسيد الله يحفظهم الجو للمستشفى، احنا بمدينه الطب، يعني كان مصطفى جلطه بدائيه، والقرار مال الدكتور جلطه، وهاي الجلطه سبحان الله بالمليون ينصاب شخص واحد، بالمليون ينصاب شخص واحد، واللي هو صار بها مصطفى رحمه الله على روحه. نقول الحمد لله والشكر، ما نحمل مسؤوليه لوزاره الصحه، بس اكو اخطاء هاي الوزير الصحه خاصه، اكو اخطاء بطوارئ مدينه الطب من بعض الاطباء، كوادر الصحه كلهم متفضلين علينا وعلى عائله مصطفى سعدون، بس اكو اشخاص اللي هم يعني نقول الحمد لله والشكر، الحمد لله على كل حال. من الاعزاء الى عائله الفقيد والى الوسط الرياضي، بصراحه برحيل واحد من الشباب النبلاء، يعني مصطفى شخص نبيل جدا، يعني الوسط الرياضي يعني قد يكون احنا بحكم عملنا نادر ما نصادق اللاعبين وكذا، ونقيم علاقات وياهم يعني بحكم زملائنا هم واخوتنا، لكن مصطفى صديق مقرب جدا، يعني ما اعرف عنده روحيه مختلفه عن كل اللاعبين، يعني بصراحة فقدناه وخسارتنا به كبيرة، ونتمنى من الله أن يصبر أهله ويصبر أصدقائه ويصبر العالم اللي عايشه، لأن اللي يعيش يوم مصطفى بصراحة يتعلق به ويحبه. وأيضا في نشرتنا،